السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهاردة سريع كده، وهو إجابة على سؤال كان نزل على الصفحة بتاعتنا. حد كان بيسأل على موضوع تعقيم القطط، وكان بيسأل هل هي حلال ولا حرام. طبعا موضوع حلال أو حرام أنا مش هتكلم فيه، أنا مش مفتي ولا شيخ ولا هتكلم في النقطة دي، مش هتكلم فيها يعني. لكن أنا من رأيي ومن وجهة نظري واللي أنا شايفه هو إن لازم يكون في ضرورة إن أنت تعمل عملية التعقيم سواء للقطط أو للكلاب. مش أي حد يصحى من النوم تطلع في دماغه أنا عايز القط بتاعي النهاردة أعمله تعقيم، أصله هيبقى هادي، أصله هيبقى مش هيرش في البيت، أصل القطة بتاعتي مش هتطلب جواز وبتتعبني وصوتها عالي. لا، هو مش يعني من وجهة نظري هو مش بمزاجك انت مين ادالك الحق عشان كده؟ انت عشان تريح دماغك تعمل حاجة زي كده؟ موضوع التعقيم انا من رأيي ان هو لازم يكون ليه ضرورة طبية، يعني الدكتور يقول لك قطك مريض بكذا، فالحل للمرض ده ان احنا نعمل له العملية دي، ان احنا نعقمه، ساعتها يبقى يجوز، يعني ساعتها يبقى ممكن. انما انا اعمل له عملية تعقيم او اجيب كلب بلدي في الشارع عشان مجرد ان هم بينبحوا او بيعملوا او كده اعمله تعقيم من النفسي، لا، انت ده مش من حقك. هو ربنا خلقه كده، هو ربنا خلقه بالصفات دي وبالطباع دي، هتربيه تقبلها، مش هتربيه خلاص ما تقبلهاش، يعني قصدي مش تقبلها خلاص ما تربيش. انما انت مش هاجي الصبح او اجي اقول يلا هاخدك اروح هعمل جزء من جسمك او همنع غريزة معينة فيك او اخليك ان انت فيك كذا او كذا. وناس تقول لك لا، ما هو القط الذكر حتى لو تعقم هيتجوز برضه لكن مش هيخلف، برضه مش من حقك ان انت تمنعه ان هو يخلف او ما يخلفش. لو في ضرورة ماشي، اعمل العملية وبراحتك لو في ضرورة لكده. ده مش جماد يا جماعة، مش حتة حجر احنا بنحطها ولا فازة في البيت ولا أي حاجة بنحطها في البيت وخلاص، لو وقعت اتكسرت مش مشكلة في داهية. ده روح يعني بيحس وعنده برضو إحساس ومشاعر، مش مجرد ألم جسماني وبس، لأ هو بيحس. ولما القطة بيبقى عندها عيال بتحميهم وبتخاف عليهم وبتلاقي فيه حنية وبترضعهم وبتلاقي الحاجات دي كلها، فمعنى كده إن هي روح وبتحس. محدش يجي يقول أنا عايز أعقم منه النفس، لأ، روح للدكتور لو في مرض او في حاجة، روح للدكتور واسأله خد نصيحته. انا عارف ان في ناس كتير ممكن تهاجمني في الفيديو ده لان هم من انصار تعقيم الكلاب او القطط، وليهم يعني مبررات كتير. بصراحة انا مش مقتنع بالمبررات دي، فما حدش يزعل مني. لكن قصة التعقيم زي ما قلنا لازم يكون ليها، وبعيد كلامي تاني، ضرورة طبية، الدكتور يقول لك قطك أو كلبك عنده المرض الفلاني والمرض ده محتاج يتعمل له عملية تعقيم، يا إما قطك هيموت أو هيعيش تعبان طول عمره، ساعتها يبقى التدخل الطبي ضروري وواجب. غير كده لأ، غير كده لأ. وزي ما بقول دي مسؤولية قدها ربي، مش قد المسؤولية ما تربيش. هتربي كلب يبقى لازم تعرف ان الكلب هو مش مجرد حاجة لتسليتك وبس، يعني هو انت مش جايبه عشان يسليك وبس، لا، ما هو هيسليك وهيعمل لك اللي انت عايزه، وانت كمان دورك ان انت برضو تعمل له اللي هو عايزه، يعني وفر له متطلباته. هي متطلباته مش بس اكل وشرب، يعني مش تحط له اكل وتحط له مية وتقول انا كده عملت اللي عليا خلاص يلا اتشقلب لي في البيت بقى وتنطط واعمل اللي انا عايزه، لا مش كده. هتخرجه، هتمشيه، هتاكله، هتشربه، هتطعمه، هتوديه لو تعب للدكتور ما تفتيش، ممكن يبوظ لك حاجه في البيت، ياكل لك شربات وجزم زي الكلاب بتاعتي ما بتحب، عندها هوايه اكل الشباشب كده. هتحبسه، هتخنقه، مش هتخرجه، مش هتخليه يفرغ الطاقه، هو هيعرف يفرغ طاقته في حاجتك، مش بنية ولا بقصد الأذية، بس هو بيلعب، هو كده. ف
فانت هتقدر ان انت تسيطر على الموضوع ده بالتدريب، ابتدي دربه، ابتدي مرانه، ابتدي واحدة واحدة معاه، الكلب بيفهم على فكرة. طيب هتيجي للقط بتاعك، انا قطي مغرق للدنيا وعمال يرش في كل حتة والقطة بتاعتي عمالة طول الليل تعوي وطول الليل تنونة وعايزة تتجوز، طب ما تجوزها او جوزه يعني، ما فيهاش مشكلة جوزهم. مش قادر ان انت تعمل موضوع او ده، مش قادر يعني، ما عندكش قط او قطة للجواز، شوف حد من اصحابك، اعرض على النت شوف يعني، اصل دي غريزة جواه ربنا خلقه بيها، احنا مش هنسيطر عليها ومش هنقدر ان احنا نتحكم فيها، ومش من حقنا ان احنا نلغيها منهم. فاخر حاجة هقولها في الفيديو، لا مش اخر حاجة، عشان بعد ما اقول البتاع الجملة دي هقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة ماشي. يعني اخر حاجة هقولها، قد المسؤولية ربي، مش قد المسؤولية خلاص. ممكن تتفرج على الكلاب والقطط في اليوتيوب، او لو بتحب الكلاب قوي وانت مش قد مسؤوليتهم ممكن تبقى في الكلاب البلدي اللي في الشارع، زي ما انا دلوقتي الكلاب بتاعتي ما بقتش قد، انا حصل ظروف مش قد المسؤولية بتاعتهم، بقيت مشغول عنهم فعرضتهم للتبني وفي ناس اخدتهم اتبنتهم، وبقيت في الشارع باكل كلاب شارع مثلا، بهتم بكلب الشارع لما بشوفه، بقعد نص ساعة العب معاه ولا ربع ساعة العب معاه، اللي هي الوقت اللي انا فاضي فيه بس تمام، ويلعب معايا ونروح نيجي مع بعض، وبعد كده هو خلاص ليه حياته وليه دنيته انا مش مسؤول عنه. بهتم بيه كل حاجة، بس في حدود ان هو كلب موجود في الشارع فهو اصله من الشارع الكلب البلدي. لكن انا هجيب كلب تاني وانا حاليا مش قد المسؤولية وابتدي ابهدله معايا، لا حرام. بس وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة. يلا سلام عليكم.